إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شباب في فيديو جديد. فيديو النهاردة اللي احنا قلنا لكم هنعمله لكم قريب، فيديو النهاردة هيبقى عن التأكيل اليدوي للعصافير وطيور الزينة. الفيديو ده هنتعلم فيه مع بعض ازاي نأكل الطيور تأكيل يدوي. طبعا عشان نبقى عارفين احنا بنأكل العصافير او طيور الزينة تأكيل يدوي لسببين. اول سبب ان انت ممكن يبقى عندك جزء عصافير شغاله كويس بس ما بيزقش عياله، فبتضطر ان انت تاخد عياله وتبتدي انت تاكلها تاكيل يدوي. ده سبب من الاسباب اللي يخليك تاكل تاكيل يدوي. طبعا لو انت بتتفرج عشان تتعلم ازاي تاكل يدوي عشان تبقى تساعد الاهالي فانت لازم تكمل معايا الفيديو ده. اما السبب التاني اللي احنا بناكل عشانه تاكيل يدوي ان انت يبقى عندك عصفور متدرب. فلو انت بتتفرج عليا دلوقتي عشان ان انت تتعلم التاكيل اليدوي عشان يبقى عندك عصفور متدرب فانت لازم تتفرج على الفيديو اللي قبل ده. هسيب لك بعد ما تتفرج على الفيديو ده هسيب لك الرابط بتاع الفيديو اللي فات لازم برضو تتفرج عليه. ونبتدي بقى موضوعنا عن التأكيل اليدوي. واول حاجة في التأكيل اليدوي لازم تبقى موجودة عندك المكان اللي هتدفي فيه العصافير وانت بتأكلها تأكيل يدوي. ليه؟ لان اهم عنصر في التأكيل اليدوي هو التدفية، لانك انت لازم لو العصفور ما تفاشي مش هيهضم الاكل وهيموت. فلازم يبقى اهم حاجة عندك التدفية، المكان اللي انت بعد ما تأكل كل مرة فيه زغليلك هتروح حاططهم فيه عشان يتدفى. بالنسبة لتجربتي انا في التأكيل اليدوي، انا صانع الجهاز ده كنت عملت فيديو ليه قبل كده. ده جهاز كان استلايزر زي الفرن او الميكروويف كده، انا استعملته في كده في الغرض ده. عامله بترموستات بيظبط الحراره حسب ما انا بعاير الجهاز عليها وبيظبط لهم الحراره زي ما هم عايزين. طبعا مش بفرض عليك ان انت تتعامل بنفس الطريقه بتاعي، ممكن تتعامل بلمبه بكرتونه باي حاجه، المهم ان انت تبقى محافظ ان هم يبقوا دافيين دايما خصوصا في فصل الشتاء، ودي اهم حاجه. نيجي بقى للمرحله اللي بعد كده وهي الادوات ايه اللي انا هستخدمه في التأكيل اليدوي. هوريكم دلوقتي الحاجات اللي بنستخدمها وهوريكم واحنا بنزق التأكيل اليدوي عشان لو انت عايز تخوض التجربة دي يبقى عندك فكرة وشفتها قبل كده، عشان انت ممكن لو ما فهمتش كويس ممكن تموت الطير وانت بتزقه. يلا بينا نشوف الادوات اللي هنستخدمها في التأكيل اليدوي ونبتدي مع بعض نتعلم ازاي نأكل العصافير تأكيل يدوي. يلا بينا يلا بينا. يلا يا جماعة نبتدي نشوف مع بعض كده حاجة حاجة ايه اللي احنا بنستخدمه في التأكيل اليدوي. هوريك اول ايه اللي ممكن لو انت عايز تزق تأكيل يدوي تبتدي تستخدمه عشان تأكل طيورك. انا يا جماعة بستخدم في التأكيل اليدوي، انا بستخدم سرنجة مخصصة للتأكيل اليدوي، ودي بتريحني كتير لان انا دايما بأكل تأكيل يدوي، فانا جايب سرنجة مخصصة لكده. السرنجة بتبقى زي ما انتوا شايفين كده، دي بعبي بيها الاكل وببتدي اديله الطيور على حسب عمره او على حسب حجمه. ودي الروس بتاعها، اصغر راس لحد اكبر راس اهي، هما اربع روس بيجوا مع بعض. بس دي تقريبا بتعدي 250 جنيه، فطبعا لو واحد مبتدئ ما ينفعش يجيبها، او لو هي ظرف طارئ وهو بس بيأكل مثلا زغليل اهاليها سابتها فمش هيروح يشتري لهم مخصوص سرنجة زي دي. طب ممكن استخدم حاجة تانية؟ ممكن تستخدم حاجة تانية بسيطة هوريها لك. ممكن تستخدم سرنجة عادية وهتجيب فيها ده يا جماعة الخرطوم اللي بيبقى في الكالونة، بتجيبه وتقص حتة منه صغيرة، او ممكن تجيب بلفة عجلة وتركبه في السرنجة برضو. بس انا بستخدم دي برضو ساعات اللي هي خرطوم الكالونة ده، بفضله اكتر لانه بيبقى واسع شوية فبيعدي الاكل عكس بلف العجلة. بلف العجلة بيتسد كل شوية من الاكل وممكن ينطر يتسد فتضغط عليه جامد فينطر في معدة الطير هنا فيموته.
فانا بفضل ده كمان عن بلف العجلة. بس وانت بتركبه لازم تجيب ولعة، ولاعة او حاجة، وتولع هنا بالولعة بحيث ان الحافة دي ما تبقاش حامية تجرح زور الطير وانت بتأكله. ودي الحاجة التانية اللي انا بستخدمها في الزق. يبقى احنا كده شفنا دي وشفنا دي. تالت حاجة انا بستخدمها برضو المعلقة، معلقة الشاي العادية بجيبها وبطبقها زي ما انتوا شايفين من هنا كده، وببتدي اكل بها الطير. بس عشان تستخدم ده لازم تستخدمه في مرحلة ان الطير ابتدى ياخد انه ياكل منك. يعني مينفعش تقطف الزغلول من اهله وتأكله بدي، مش هيرضى ياكل منك. لازم الاول تأكله كام يوم بالسرنجة، سواء السرنجة دي او السرنجة دي، على ما يبتدي يتقبل ان انت بتأكله، وبعد كده بتأكله بدي عادي خالص. وكده نكون خلصنا كل الادوات اللي بنستخدمها في الزق اليدوي. فاضل حاجة واحدة بس، ايه الاكل نفسه اللي انت هتأكل بيه التأكيل اليدوي. طبعا في منتجات كتير للتأكيل اليدوي، اهمها ايه 21، بس انا للامانة انا ما بستخدمش الحاجات دي كلها، دي خلطة انا بعملها، هبقى اعمل لكم فيديو بتتعمل ازاي وكويسة معايا وبيجيب نتيجة. يعني مش عايز اقول لك افضل من الايه 21 كمان، انا ماشي بيها واكلت بيها حاجات كتير، حتى الضرة اكلتها بيها وكانت كويسة، والزغلول حتى بيبقى كويس وما فيهوش اي مشاكل ولا بيخس ولا اي حاجة. هبقى اعمل لكم فيديو خاص بيها. بس المهم ان انت يعني تختار خلطة كويسة لو انت عايز تشتري خلطة جاهزة. هو اهم خلطة واحسن خلطة موجودة جاهزة هي الاي 21. وسواء اخترت ايه 21 او خلطة انت عملتها واي نوع، الطريقة مش هتفرق. طيب انا بستخدم الخلطة دي ازاي؟ الخلطة دي بتستخدمها ان انت بتحط بتستخدمها بتحلها بمية دافية. هنشوف مع بعض ازاي. هنحتاج كوباية، والكوباية دي هنحط فيها مية دافية زي ما انتوا شايفين كده، وباخد معلقة من المسحوق اللي هو الخلطة دي زي ما انتوا شايفين كده اهو. وببتدي اقلب الخلطة كده وبخليها سايلة ان انا اعرف اسحبها بالسرنجة. وكده يا جماعة تكون الخلطة جاهزة ان انا لو هسحبها واكل بيها. هسحبها في السرنجة واوريكم بنزق بيها ازاي. يعني شايفين السمك بتاعها، لا تبقى جامدة قوي ولا تبقى طرية خالص عشان برضو الطير يستفاد منها. هسحبها بالسرنجة واوريكم بنأكل تأكيل اليدوي ازاي. انا يا جماعة عبيت الاكل في السرنجة دي عشان اوريكم برضو ان انا بزق بيها عادي. اول حاجة واحنا بنأكل بنزق يدوي في مجريين، لو انت وانت ماسك الطير في ايدك كده زي ما انا ماسكه، في مجرى اللي هو على يمينك انت، ده مجرى التنفس ملكش دعوة بيه، لكن المجرى الخاص بالاكل اللي هو المجرى اللي على شمالك انت ويمين الطير. بتبتدي تفتح بق الطير كده وبتبتدي تزق ناحية اليمين، وتفضل تزق 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 لغاية ما الخرطوم زي ما انتوا شايفين اهو وصل للحصالة بتاع الطير. وببتدي ازق الاكل واحدة واحدة كده، وبيبتدي الاكل كده ينزل في معدة الطير على طول كده. وحاول وانت بتاكله ما تملاش الحصالة قوي لانه ممكن يشرق ويموت، لازم الاكل يبقى في الحصالة بس. نسحب تاني وناخد اللي بعده ونبتدي برضو نأكله واحدة واحدة. هو بدأ يقبل اهو، يعني لان انا اكلته كم مرة فهو بدأ يتقبل مني ان انا اكله. شايفين يا جماعة الاكل اهو بينزل، لو شايفين في حصالة الطير على طول.
وبتسحب تاني وكده يكون ده كل كمان. وزي ما قلت لك ما تملاش حصلت الطير قوي، انا متعمد ان انا اكل باللي هي اللي انا العاديه عشان ما صعبهاش على الناس. انا ممكن اشتغل بالتانية بتبقى اسهل لي واحسن، بس انا بشتغل بدي عشان اوري للناس ان الموضوع مش محتاج، مش لازم تكلفه ولا اي حاجه، ولا تروح تشتري سرنجه غاليه ولا تكلف نفسك خالص. ممكن بحاجه بسيطه خالص بسرنجه عاديه خالص اهي، وفيها حته خرطوم كلنا، وتبتدي تتعامل وبتقضي الغرض وبتبقى كويسه. ده يا جماعه اللي انا قلت لكم في الفيديو اللي فات ان احنا هناخده عشان ندربه. بنزل لغايه ما تقف في حصاله الطير، وابتدي ايه اضخ الاكل اللي فيها ده. هيحتاج كمان لان السرنجه صغيره. ميزه بقى يا جماعه السرنجه دي ان هي كبيره، وكمان بتتحكم في الكميه اللي بتطلع عن طريق ده. يعني مثلا مش معنى ان هي كبيره ان انا ممكن ادخ الاكل في حصاله الطير مره واحده فيموت، لا، هي ممكن ان انا اخليها تيجي لحد هنا وتقف. طب لو انا محتاج 5 سنتي مثلا بزق تيجي لهنا وتقف، تمام، دي ميزتها يعني. بس طبعا يعني مش اجباري انك تجيبها يعني. وزي ما انتوا شايفين اتزقهم وبقوا كويسين ومفيش اي مشاكل خالص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. وشكرا ليكم، واشوفكم على خير.